الفكره انه اي سيستم بخطر ببالنا المفروض نقدر نعمل له موديلنج في كل الاشياء هاي الموجوده. اذا السيستم الاول انا هون مقترح انكلايند كونفير بيلت، هذا واحد تكتب الرقم عشان تطلبوه عشان نحاول نوزعهم ونغطي كل المشاريع، فهذا واحد انكلايند كونفير بيلت. نعم يعني لازم كل كوب ياخذ مشروع مختلف عن الثاني. والله هيك بدنا نحاول لانه بتصير كانت تصير هيك شوربه بالهاي ايش؟ يعني بدنا نحاول خلينا نحاول نوزعهم بعدين بنشوف اذا لانه انتم عددكم قليل انتم كلكم 20 24 واحد وانا في عندي 12 مشروع فالمفروض يكون كفايه يعني. اذا الانكلايند كونفيربلت، الانكلايند كونفيربلت بدك تحاول تجيب قيم حقيقية، إذا بتقدر إنك تجيب من سيستم حقيقي، تحاول تطلع قديش وزن هذا البلد، قديش الكولي هاي، قديش الكولي هاي، إذا حسب ما بتقدر، قديش بتقدر، أنتم مثلا عندكم المعادلة هلا تبعت هاي، عندكم المعادلة تبعت الجيرنج مثلا، قديش الجيرنج اللي موجود هون، الجير بوكس، وعندنا المحرك، عادة راح يكون هون، في الحالة هاي أنا حاطه سينجل فيز، هلا بعرفش إذا في سينجل فيز، ممكن أحط في سينجل فيز، طلع شوفوا، هذا المحرك أنا حاطه هون سينجل فيز. هذا هون كيربوكس. وعندنا طبعا بدك تشوف الاوبجكتس تحاول انت تشتغل تشوف شو الاوبجكتس اللي بتركب هون على هذا السيستم. والسنجل فيز راح نتحكم فيه فيربل فريكونسي درايف. اوكي اسم هذا يعني variable speed drive تعبير عام احد الانواع variable frequency drive في هاي الحاله، بس احنا مثلا اللي عملنا الريكتيفاير اللي عملناها للدي سي هذه variable speed drive. chopper اذا انت استخدمت chopper بس chopper بدك you have to justify it انه its source دي سي دي سي لدي سي، فهذه عندي هون هي variable frequency drive single. فبدك تجيب حاول تجيب الكومبوننتس كلها المختلفه ونغير الفريكونسي. هلا الفيربل فريكونسي راح احكي عنها، راح بالتفصيل عن الفيربل فريكونسي زي ما حكينا عن الريكتيفاير عشان تستفيدوا من الهاي. هلا هذول واحد راح يكون سنجل فيز موتور واثنين ثري فيز موتور. هلا بعرفش يمكن تطلعوا تلاقوا انه سنجل فيز موتور استعماله قليل بهاي التطبيقات كلهم ثري فيز، ما فيش مشكله وقتها ممكن يعني نغير المشروعين او نضبطهم، بس بشكل رئيسي هم هذول الاثنين المشروعين واحد واثنين هم انكلايند كونفير بيلت. بدنا نحاول نعمل كل الاشياء، نجيب البارامترز المختلفة، بعدين نعبر عن الانرشيا كمان نحاول تعبر عن الانرشيا تبعت هدول اللود، ايش اللود اللي بحطه، قديش عدد الاوبجيكت وهيك، كل الاشياء هاي الموجودة. ثلاثة عندي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة اليفيتر، تراكشن اليفيتر. شو يعني تراكشن؟ تراكشن يعني حبل، له حبل أو له كيبل. هي عندنا هون بولي أو شيف. والشيف اللي عليها ماس، هذا بيشبه الى حد ما اللي احنا عملناه دي سي، بس هذا اي سي اظن ولا دي سي، هذا لا في اثنين اي سي وفي اثنين دي سي. عندنا هون جير بوكس، عندنا هون المحرك. هلا المحرك هذا بيختلف ثلاثة وأربعة وخمسة، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. ثلاثة راح يكون 3 فيز اي سي سكور الكيج اندكشن موتور. هلا كمان هذا في الكيس ستدي هلا راح اغطيها، راح احاول اغطي هذا راح اغطي وراح نعمل عليه كنترول حتى تاخذوا فكره عنه. سكول كيج اندكشن موتور 3 فيز سكول كيج اندكشن موتور وذ فيربل فريكونسي درايف في هذا ثلاثه اربعه. هلا هون طبعا احنا بدنا ناخذ سبيد فيدباك. هلا وين بدي اخذ سبيد فيدباك؟ انت بدك تدرس السيستمز وتشوف. هلا ممكن اخذ سبيد فيدباك من هون، بس السبيد اللي انا بتحكم فيها فعليا وين؟ هاي. بعدين في عندنا مشكله بوزيشن، بتتذكروا حكينا عن البوزيشن؟ حتى في المشروع اللي اعطتنا اياه كمان في صحيح بالضبط نفس الفكره نفس الفكره كان 40 سم بالضبط. هلا هاي فكروا لي فيها، هاي اذا اللي بحلها اللي بفكر فيها وبطلع لها حل حلو يعني هاي بتكون فخمه جدا ويعني بعطيه بونس جيد. موجوده في هذول الاربعه سيستمز الموجوده هون، انا عندي في ديستنس بدي اقطعها وبدي اتحكم بالسبيد، هلا بدي اقرر السبيد اخذها من هون ولا اخذ سبيد من هون، نفس الشيء، او بدك تاخذ لينير سبيد من هون كمان تتحكم فيها.
وبعدين بدك تطلع على الديستنس اللي قطعها المسافه اللي بدك تمشيها. انت هلا بدك تقرر شو الديستنس هاي اللي بدك تمشيها، شو الريتد سبيد هاي، انت بتحط البارامترز. يعني بدك تعمل ريسيرش، لص ريسيرش وتجيب بارامترز فعليه حقيقيه عن هذا السيستم. هلا في عندنا هون نوع ثاني مختلف شوي هو فيربل فولتج، كمان اندكشن موتور، سكول كيج اندكشن موتور، بس فيربل فولتج. راح افرجيكم بالفيربل فولتج كيف تركيبه السيستم وكيف بيشتغل. اربعه هلا خمسة وستة راح يكونوا دي سي موتورز. وهذا باخذ من 3 فيز ريكتيفاير كنترول ريكتيفاير، هذا بيشبه الى حد ما الكيس ستدي اللي احنا اشتغلناها. يعني راح يكون في 6 بلس كنترول ريكتيفاير. جيرلس بدك تفتش تشوف محرك مناسب يكون جيرلس بحيث انه يعطيني السرعه المطلوبه ويناسب الحركه تبعتنا. هاي بدها ريسيرش، بدك تعمل ريسيرش وتفتش. كمان اللي باخذ هذا المشروع لو مريتوا علي كمان ممكن اعطيكم هيبس، اعطيكم معلومات تستفيدوا منها. وهون عندي دي سي موتور راح امشيه من باتريز، فراح يكون عندي مجموعه بطاريات او دي سي سورسز. طبعا هون بدنا اتش بريدج، هاي مجموعة بطاريات ممكن تكون أي شيء، يعني ممكن تكون بطاريات، ممكن تكون فوتوفولتايك شيء زي هيك. هلا ما بعرف إذا في ريسيرش وصل للمرحلة يقدر يمشي مصعد على فوتوفولتايك أو، بس احنا نفترض هلا مجموعة بطاريات من هون، وأنا بدي نبني الإتش بريدج من هون، بدنا نعمل نفس الشيء فيدباك، وهون راح يكون عندك نفس الشيء الميكانيكال سيستم كامل اللي موجود، هناك مجموعة بطاريات، هذا أمر ستة. تكون دائما انفرتر بالصناعات في الواقع بتكون هذه هون دي سي، بتصير بتحول لانفرتر، بتصير زي في اف درايف اللي موجود هون، نفس فكره في اف درايف. يعني بكون عندي هون ريكتيفاير، رغم انهم عاده ما بيعملوش هيك، يعني عاده باخذ مباشره زي هيك. يعني في الواقع هيك بكون السيستم. بس انا هون عندي دي سي، فبحول من دي سي لدي سي، هذا صار عباره عن ايش؟ كانه تشوبر. مضبوط؟ اخذته؟ مش ما مر عليكم، مين مش سامع كلمة تشوبر؟ تشوبر شفتوها في باور الكترونكس؟ هذه عبارة عن تشوبر، بس احنا هون حاطين أربعة تشوبرز عشان أقدر أعمل ريفرسال وبريكنج. لازم تعمل بريكنج هون بهذا السيستم، فلازم يكون البريكنج عندك يشتغل بشكل صحيح. إذا هذول أول ستة، أول ست أجزاء.